اخواني اخواتي، يرجى دعم الفيديو بلايك حتى يصل اكثر عدد من الناس موكب بني عامر والاعجوبة صراحة التي يقدمها في كل عام. هنيئا لمن يساهم، هنيئا لمن ينظم، هنيئا لكل شخص موجود في هذا في هذا في هذا الموكب، الموكب العظيم حقيقة بتنظيمه وبالامور التي يقوم بها، استشهادا لكلمة او بكلمة الاخت ريم لورين بخصوص هذا الموكب. احب اني ابين نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي اخواني اخواتي، اخواني اصحاب المواكب، الكل يجب ان يتعلم من هذا الموكب، موكب بني عامر. نعم ممكن انت تكون شخص او كموكب انت ما تمتلك المادة التي تؤهلك للقيام بما يقوم به موكب بني عامر، لكن المبدأ كن مميز. موكب بني عامر كان مميز فأصبح هكذا، واللوحة التي رسمها وبين ارتباط الشيعة، ارتباط الشيعة الوثيق بالقرآن الكريم. نعم كيف لا، وهي وصية الرسول الأكرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه كتاب الله وعترتي، فالشيعة لا يفرطوا بالكتاب ولا يفرطوا بالعترة. هو عندما قام هذا المدعو سلوان بحرق القرآن الكريم لم نجد أصوات، إلا أصوات بسيطة جدا، إلا شيعة علي بن أبي طالب هبوا وبينوا رفضهم لهذه السلوك، تظاهروا بشتى الطرق، بينوا أن هذه طريقة همجية. اللي أريد أبينه، نعم هناك ارتباط وثيق بين الشيعي وبين القرآن الكريم، والإضافة إلى موضوع المواكب. نعم مثل ما قلت، أنت ممكن ما تمتلك مؤهلات بني عامر، موكب بني عامر، لكن ممكن أنت تتميز بفكرة بسيطة جدا، فهذا هو المطلوب صراحة من جميع أصحاب أو من كل أصحاب المواكب حفظهم الله ورعاهم. لنستمع لكلمة الأخت ريم لوريمي بخصوص موضوعنا الإمام الحسين عليه السلام. أحب جده، أحب رسالته، أحب والده، أحب ربه، بعدها قدم روحه إلى الإنسانية. جماعة إلا نستمع، وعفوا نخليكم مع هذا الفيديو، وفي أمان الله. ما تكلم كان يرى قيم الإمام الحسين سلام الله عليه في القيم التي عنده، قيم الإنسانية. دكتور روني نفس الشيء، فلسفته ورؤيته لآل البيت وللإمام الحسين كانت في القيم، وكانت في بناء الحضارة التي أداها الإمام الحسين سلام الله عليه. حتى المشايا الذين جاءوا بكل ذلك الحب، كان هناك دافع عشق داخلي للإمام الحسين. الرسالة التي خرجت بها من الأربعين أن الحب هو الأساس في كل شيء. الإمام الحسين سلام الله عليه أحب جده، وأحب رسالته، وأحب ربه، وأحب دينه، فأهدى إلى الإنسانية روحه الطيبة الشريفة سلام الله عليه، وأهدى إلى الذين بعده كلهم دمه الزاكي الطاهر سلام الله عليه. نظن أنه الشخص لما يستشهد ويموت فقد انتهى. الإمام الحسين جعل من استشهاده بداية للحياة وليس نهاية للحياة، لأنه قدم تلك الروح في تلك اللحظة بداية لمستقبل سيكتمل معه الإسلام. يا الله، لما ننظر أن يزيد بن معاوية أراد أن يعتم على هذا الإسلام، ويكفيكم أن تقولون هي تتكلم، اقرأوا 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 ما قالته السيدة زينب سلام الله عليها لما توجهت له وتكلمت، لكن الإمام الحسين أهدى نفسه وذاته وروحه لكي تكتمل الرسالة. اليوم زيارة الأربعين، أنا الحقيقة سعيدة أنها قائمة. لا تقولوا هي تنادي لهذا الكفر وهذا والطقوس والتطبير لا لا لا، أنا أتكلم عن الإمام الحسين، ومن لم يفهمني فلا يتكلم ولا يدخل لصفحتي ولا يسمعني ولا يقرأ علي أو مني شيء. الأربعين بخضم ما نراه وبكمية الداخلين عليها، ظاهريا شيء ولكن باطنيا هي
تسلسل واكتمال لرسالة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من خلاله لم يطمس حقيقة آل البيت، من خلال وجود شعائر الأربعين. وإن كان هناك الكثير، أنا تكلمت شخصيا عن مع سماحة الشيخ الكربلائي وقلت له هناك من الشعائر التي نحتاج أن تقف لأنها تسيء لآل البيت. أنا لا أتكلم عن شيعة، لو وجدتموني في أي فيديو تكلمت عن الشيعة فحاسبوني عليه، أنا أتكلم عن آل البيت. أنا أتكلم اليوم عن آل البيت. لما نقول أربعينية نحن نتكلم عن أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، وليس نتكلم عن أربعينية الشيعة. نحن نتكلم عن أربعينية الإسلام وليس نتكلم عن أربعينية الشيعة. فقلت أن هناك شعائر حقيقة تسيء إلى آل البيت سلام الله عليهم، وكان هناك نقاش رائع وجميل. وحتى أنني أقترح من هنا أن المواكب التي تأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه تكون فيها منهجية كاملة لتقديم آل البيت إلى العالم. اليوم الأربعين لم تعد تقتصر على فئة، الأربعين أصبحت عالمية، فنحتاج أن يكون الذي نقدمه، وأحيي من مكان هذا موكب بنو عامر حقيقة، أثلج صدري بأتم معنى الكلمة لجميل ربطهم لوجود الإمام الحسين، عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن، فكان رابطا بين القرآن وبينهم. وفي الآخر هم أثبتوا، أو ليس أثبتوا، أو قدموا ما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: عترتي آل بيتي إني تارك، قالوا لي مجنونة، قالوا لي منافقة، قالوا لي زنديقة، قولوا ما شئتم، فلعلي مجنونة بحبهم. أي نعم، لعلي حقيقة مجنونة بحبهم،